شخص جالس في سيارة شرطة، يجون مسلحين عليه يوقفون سيارة الشرطة، وجماعة الشرطة قاعدين يسلمون عليهم، يمكن ما الله أعلم، أو يخافون يتقربونهم، مسلحين يفتحون باب السيارة، ينزلون شخص الموجود داخل السيارة، يعدموه قدام رجال الأمن ويأخذون دربهم ويمشون. وين صايرة؟ حتى بالأفلام ما تصير حقيقة يعني، حتى بالأفلام أكون نوع من الاشتباك يصير إذا أكو أفلام أكشن بيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة في كل دول العالم التي لها باع في الديمقراطية تحدث مثل هذه الأمور، ولكن من يحكم البلدان ويحكم الشعوب هو القانون وفرض القانون. محافظة ديقار من سنتين حوالي فقد فيها فرض القانون وسيطرة القوات الأمنية، وأعتقد هذا الأمر يعود إلى قرار من الحكومة المركزية، لأن هناك قيادة شرطة وفيها أعداد كبيرة من القوات الأمنية، وكذلك هناك قيادة عمليات كاملة، قيادة عمليات سومر. فعندما لا يكون هناك فرض للقانون وقوة لسيطرة القانون، يكون هناك حركة للانفلات الأمني وتمارس أشكال من الجرائم والتصرفات الغير مقبولة. أما بالنسبة لشيوخ العشائر، حقيقة شيوخ العشائر يعول عليهم كثير، وهم الذين كانوا طيلة هذه الفترة صمام الأمان لهذه القضايا، وهم الذين يحلون هذه المشاكل. نعم. ولكن بدأت الأمور تخرج عن مسارها الطبيعي، يعني شيوخ العشائر أيضا مواطنون يعولون على الأجهزة الأمنية في ذات الوقت. سيد محمود، بعد الترحيب بك ثانية، هناك من يتخوف أيضا بأن تنسى المسألة برمتها بعد انتهاء فترة الحداد. فعلا يعني هو عندما يكون انفلات أمني ولا توجد سيطرة للقوات الأمنية في المدينة تسقط الرمزية، يعني لا يستطيع شيخ العشيرة أن يستمر كما كان بالإصلاح، ولأن الاعتداءات بدأت تكثر وتزيد في هذه الفترة. فلا بد نطالب من خلال قناتكم القائد العام للقوات المسلحة ودولة رئيس الوزراء، وكذلك الوزارات الأمنية، الوزراء الأمنيين، وزير الداخلية ووزير الدفاع، وكذلك وزير الأمن الوطني، باتخاذ إجراءات عاجلة لهذه المدينة وفرض القانون، لأن المواطن يستغيث بهم ويريد من يحميه. حماية المواطن في هذه المحافظة هو واجب. طب سيد محمود، خلينا نستغل الوقت بشكل كبير ونتكلم بصراحة، هل هناك تعتقد أنت كنائب عن ذي قار، هل هناك تهاون من قبل القوات الأمنية؟ لأنه ما معقولة كل هاي الأمور تصير والقوات الأمنية إلا من يوقع الفاس بالرأس يلا تتحرك، مو منطقية. باعتقادي لا نسميه تهاون، ولكن هناك ضعف في الإدارة وضعف في الخطط العسكرية والخطط الاستراتيجية، وضعف بالقرار المركزي، يعني لم يحصلون على قوة من القرار المركزي، أي من القيادة في الحكومة المركزية. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر السيد محمود السلامي، عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.